كرام، ننتقل إلى شبكة مراسلينا لينضم إلينا من دهوك الزميل بيوار داخاز وأيضا من آكري الزميل محمد هركي. أهلا بكما. أبدأ مع محمد هركي، كل عام وأنت بألف خير. محمد، حدثنا ما هي الأجواء لديك وأيضا ما هي المستجدات في المدينة؟ نعم نعم زملائي، كل عام وأيضا وأنتم بألف خير. يعني كما يعلم الجميع، مدينة آكرا وكما تسمى أيضا بمدينة عقرة يتوافد إليها سنويا عشرات الآلاف لإحياء شعلة عيد نوروز في مدينة آكرا. كما يعلم الجميع أيضا بأن مدينة آكرا تعتبر هي عاصمة أعياد نوروز في المدينة، توافد الزوار دائما سنويا تشهده هذه المدينة. هذا العام يعني هناك بعض الإجراءات التي قامت بها قائمة مقامية المدينة بخصوص جائحة كورونا، بعدم عدم يعني التجمع في الأماكن، خاصة في المكان الذي أتواجد فيه الآن. يعني هنا تعتبر رأس التل هنا في مدينة آكري، سنويا كان يتوافد عشرات الآلاف في هذا المكان لإحياء شعلة عيد النوروز من خلف يعني جبال مدينة آكري. دائما تشهد هذه الجبال بإيقاد شعلة عيد نوروز في المساء. هذا اليوم أيضا سيكون هناك إحياء هذه الشعلة، ولكن قبل ذلك سنتحدث عن أهم الإجراءات هذا اليوم بخصوص مدينة آكري. يسعدني الآن أرحب بقائمة مقامية مدينة آكري أستاذ مازن محمد سعيد، أرحب بك في شاشة زاغروس. لو نتحدث أولا، أبارك لك عيد نوروز، وكيف ما هي الإجراءات أو أهم الإجراءات التي اتخذتموها بخصوص هذا اليوم؟ نحن أيضا نبارك جميع الكردستانيين بمناسبة أعياد رأس السنة الكردية وأعياد نوروز، ونهنئ خصوصا أهالي قرية قضاء آكري. بخصوص الإجراءات المتبعة لإحياء هذه المراسم، ليس هناك أي احتفال رسمي، كما ذكر بأن هذا المكان كان يشهد سنويا عشرات الآلاف من الزوار والمحتفلين بهذه الأعياد، إلا أن هذه السنة تم إغلاق هذه المساحة من الأرض بحيث لا يتوافد إليها أي شخص، مجرد القنوات الإعلامية، لأن هذا المكان سيخصص للألعاب النارية. ستنطلق هذه الألعاب من رأس التل أو ما يسمى بسريجيري في قضاء آكري، إضافة إلى إشعال النيران في أعلى جبال آكري. ليس هناك أي مراسم احتفالية بهذا الخصوص. ندعو جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المعنية بخصوص جائحة كورونا، لأن خطر الكورونا لا زال مستمرا في عموم العالم وفي كردستان أيضا. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ مازن محمد سعيد، قائمة مقام مدينة آكري. نعم زملائي، أيضا هذا المساء يعني هناك 7 جروبات مختصة بإشعال شعلة أو إيقاد شعلة عيد نوروز في جبال التي تكون الآن من خلفي. قرابة 1200 شخص متطوعين سيقودون شعلة عيد نوروز في مدينة آكري، فهذا الجلمة موجود حتى الآن، وإن شاء الله سنوافيكم في النشرات القادمة بأهم أخبار عيد نوروز هنا في مدينة آكري. محمد هركي مراسل زاغروس من آكري، شكرا لانضمامك إلينا.